الحب بيجينا فجأة وبس، وما بياخد إذن. بيجي لعند كل العالم، لعند الغني والفقير بدون فرق، وبيكسر القواعد الاجتماعية الموجودة. يمكن هذا السبب اللي بيخلينا نلتزم بقصص الحب، لهيك نحن منوقع بالحب بسهولة. الهدايا الغالية والتقيلة مانا دليل على الحب، ولا حتى المفاجآت الكبيرة أو المطاعم الغالية. المواقف هي اللي بتكون دليل على الحب، والمشاعر الصادقة. والحب سهل منقدر إنه نفهمه بكل اللغات تبع العالم، بكفي نكون عم نحس بمشاعر حقيقية لحتى نقدر نفهمه. هيك الحب ما بيكون بده أي جهد. مرحبا، أنا أنيتا حسن أنداني، ورح كون معكم بقصة اليوم. برحب فيكن مع قصة حب جديدة من مسلسلنا المميز دقة قلب. القصة اللي بدنا نحكي لكم ياها اليوم قديمة شوي، بس لليوم الحب اللي فيها صادق. القصة بتحكي عن شاب لطيف، وهذا الشاب كان بيحب صبية حلوة. هذا الشاب كان عايش بمكان بسيط، هو فقير بس روحه كانت حلوة كتير، واسمه شانكار، وحبيبته اسمها شيفاني. أنا لازم أحكي مع المعلم اليوم، خصوصي إنه هو معه مصاري كتير، والمبلغ يلي بدي إياه كتير صغير، وبس لحتى تخلص دراسة بتكون اشتغلت ومنرجع المصاري. وحتى أبوك كان ناوي إنه يبعت لك. ماما، ما بدي روح هالمدرسة يلي بالمدينة، يعني بصراحة أنا هيك ماشي حالي ومبسوط، وكمان عمي مانو قال لي بده يلاقي لي شي شغلة خفيفة بالبلدية، هيك بشتغل وبروح هالمدرسة، ومنه بساعدك لإلك كمان. شو بدك فيني أنت هلأ؟